اللي هم يعملوا بقى اللي هم عايزينه، سواء بقى المحاكمات وات ايفر هيعملوا ايه. بقينا في انما أزمة. فهنا دي عندنا حاجه مش كويسه وحاجه كويسه. انا في تقديري لابد ان المجلس العسكري ومجلس الوزراء ان يكونوا ثوريين، هم بقى ليه ثوريين؟ طب احنا اخترنا بقدر دكتور عصام، احنا لما اخترنا رئيس الوزراء اخترناه من التحرير، ومع ذلك اتفاجئنا بالخطاب اللي هو عمله بالبيان. لا هو نزل في التحرير وقال انا اخذت شرعيتي من التحرير. ثانية واحدة. انا النهارده بتكلم كلام وطني لطيف اهو، وطيب راجل طيب وبتكلم كلام لطيف، ده مش معناه ان انا قادر على القياده. انا ممكن اختار شخص وطني هادئ الطباع مثقف او واعي او الى اخره، لكن القياده لها 1 2 3 4 16 يعني ليها اليات. القياده زي مثلا لما نقول لحد النهارده نقول ان الرئيس جمال عبد الناصر زعيم وطني، ما حد لا يختلف على الاثنين. ثانيه واحده، كاريزما عاليه، دماغ عاليه، يغلط يعني دكتور عصام كان مناسب، عنده المؤهلات القياده لما اختاروه كان مناسب. لا ما كانش مناسب، كان اختيار عاطفي. الاختيار العاطفي زي ما احنا قاعدين كده فلقينا واحد بيتكلم كويس ولطيف ووطني وبتاع، فقلنا ده الرئيس. طب لماذا لا ينتخب التحرير قيادته؟ لماذا لا ينتخب التحرير قيادته؟ لماذا لا تنتخب ال 130 حزب وائتلاف سياسي اللي طلعوا البيان قياده؟ صح. هذه قياده نقول. طب رد علينا. بتمثل التحرير وبتمثل الشعب وتخاطب المجلس العسكري. ليه مش عارفين تتفقوا على قيادة؟ لابد من اختيار قيادة شعبية. ليه مش عارفين تتفقوا على قيادة؟ ده كلام مهم. يعني الكلام ده كلام سليم جدا. لابد هذه الجماعة الوطنية اللي منهم الإخوان ومنهم الاشتراكيين والشيوعيين والليبراليين، يعني كل الناس بأطيافها اللي بح أصواتنا في 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 في, في, في يعني الكلاسيفيكيشن بتاعهم اتعمل خلاص والتقسيمات اتعملت، لابد ان يختاروا قياده شكل جبهوي، قياده قويه جدا، حتى لو ثلاثه، يعني مش شرط يبقى واحد، لان لا ما بقصدش قياده شخص، بقصد قياده القياده تشكيل. دي يعني زي الفيلم العظيم واسلاماه، لما احب اكلم الشعب المصري اتكلم مع مين؟ قال له كلمنا انا بالظبط، وقال له انا ما اعرفش مين معايا من ضدي، مسك السيف. ايوه قال له ما اعرفش مين معايا من ضدي، بس كلمنا لا وراحت الناس ضم عليه، هو ده اللي بيحصل، راحت الناس ضم عليه. هذا الحوار عظيم جدا، الحوار اللي هو تم في الفيلم، يعني انه قال له انا حوارنا. لا حوار الفيلم، قال له انا الشعب انا القائد هنا، يعني ايه ما اعرفش مين معايا من ضدي. طب دكتور عصام احنا قادرين، لابد اننا نتفق على حاجه. طب احنا قادرين، التحرير قادر على فرز قيادته بكل الاختلافات بتاعت الائتلافات الموجوده، بكل الشخصيات الموجوده، يطلعوا قيادة طبعا ويوافقوا عليها طبعا، قيادة مش شخص مشتركة، قيادة تشكيل. انا هنا ان شاء الله يا رب قيادة تبقى 10 انفار قيادة مشتركة، لابد من وجود قيادة. احنا بنعمل ايه؟ كل القوى الوطنية متوزعة في الفضائيات، كلها متوزعة في الفضائيات، كل واحد بيتكلم، بيقولوا كلام حلو جدا على فكرة، يعني شيء عبقري، كتب بتتقال، كتب حقيقية. يعني انا بسمع ناس، يعني انا كنت متصور نفسي بعرف شوية حاجات، ده انا اكتشفت انا مش عارف حاجة، ده في ناس عارفة كل حاجة. هذه القوى الوطنية اللي متبعزقة في الفضائيات متحدة مع بعضها، كل واحد، لان طبعا في الديجنيتي والكرامة والحاجات بتاعت المثقفين، يعني لابد ان يتحولوا الى فصيل مقاوم، فصيل شعبي، فصيل سياسي، ان كل دول يتفقوا على قيادة عشان يتحدثوا مع المجلس العسكري. وفي حاجة عايز اقولها مهمة قوي، لابد ان ما دام المجلس العسكري مارس سياسة نختلف معاه، لكن لو مارس جيش ما لناش هنختلف، هنحبه جدا، لكن انت رجيت ملعبنا، انت جيت السياسه، ما دام جيت السياسه حق عليك الاختلاف والاتفاق. صح. بقيت زينا، بقيت عادي، بقيت فصيل. انا عايزه تقولي حاجه، قولي ان ده لا وقت كتب ولا وقت فضائيات، تمام، ده وقت ان الناس تجمع تمام. على نقاط حد ادنى تتفق عليها، تمام. نرى انها تحقق مصلحه هذا الشعب اللي قام وصار، وتخرجوا لنا قياده زي محمود في واسلاماه، بس قياده اكثر ديمقراطيه، 10 12 لا ده انا كمان اكثر تطرفا، نقوم نعرف اولا نكلمها ونطلب منها وتنظم حركه الناس وتخاطب الدوله والمجلس العسكري وعصام شرف وكله. طيب كده هنفضل نلف في دايلمة ما بنخرجش منها. لا انا متفق، لان على فكره انا عايز اقول برضو حكايه ان كل المثقفين والناشطين والمهمومين، انه كلنا في كل الناس في محطات الفضائيه، الكلام عظيم جدا، بس المساله لازم تتعمل على مطبخ شغل،
لازم ده مطبخ شغل. وبعد كده الحكايه مش في التلفزيون، الحكايه في الميدان، الحكايه في الشارع. اللي هي الاغنيه العظيمه الشارع لنا دي، الشارع العظيمه بتاعت ابن الضال. ايوه الشارع هي اللي ليها القوه الناعمه بقى. الشارع لنا احنا لوحدنا، والناس التانيين دول مش مننا. لابد من كل ده يتحرك جوه الشارع، ولازم يحدث احترام الاخر والتفاعل مع الاخر، لان انا وانت، انا وانتي مع بعض قوه مهمه جدا. مش حكايه حتى لو كلامي ما اتحققش كله، مش مشكله. دكتورة عصام، النقلة السينمائية بقى ونريح من السياسة هتبقى مرتبطة بيها برضه. تحت أمرك يعني بعد كده حضرتك... طبية وأنا معاك. طب وأنا طب طبية وسينمائية وأنا إيه؟ وأنا يا فندم طبخية بس بعدين بقى. الفنية. يعني حضرتك يعني أكيد اكتشفت قدرات المصريين من خلال ميدان التحرير. طبعا. شايف إن ده هيبقى إن شاء الله يأثر في السينما وفي أعمالك السينمائية اللي جاية إن شاء الله. طبعا هذه الثقافة المكتشفة داخل ميدان التحرير، هذه الفنون التلقائية، هذه الأشعار وخفة الظل والابتكار، فجرت عند حضرتك؟ لا مش عندي، هم فن أهم. جديد هم أهم. لا فن لا لا جديد. إحنا بصي من الآخر الفنانين في مصر أقل كثيرا من إحنا عايزين نترجم ده من خلال الأعمال. أنا بقول أقل كثيرا، يعني أنا بعذر الزملاء الفنانين المخرجين الكبار العظام اللي قالوا إن الحدث أكبر. زي ما تقال إمتى؟ في 73 في العبور. ساعتها كنا برضو بنقول فين الافلام اللي عن العبور. فالناس الفنانين الكبار قالوا لنا لا الحدث اكبر، يمكن بعد كده قدام، بعد كده لما يتهضم. لما الحدث يتهضم، لان زي ما بيقولوا السينما في الشارع دلوقتي، الفنون بقت في الشارع. لسه بيتجمعوا بعض المصريين. الفنون في الشارع يعني الحدث اكبر كثيرا مننا. طب احنا بنشكر حضرتك دكتور عصام شماعة، احنا بنشكرك على انت موجود معانا بينا في الستات ما عرفوش يكذبوا، ولينا لقاءات تانية كتير ان شاء الله. لكل اللي بيتفرجوا علينا ما تنسوش ان احنا عشان خاطر تتفاعلوا معانا، عشان نزود لكم امكانيات التفاعل اكتر. لكل اللي عايز يبعت لنا اس ام اس هيقدر يبعت لنا على 45 66. لكل اللي عايز يتحاور معانا ويخش في مداخلات تليفونيه، رقم التليفون بتاعنا 14 14. بشكر كل زمايلي نورتونا، واشوفكم بكره وحلقه جديده من الستات ما عرفوش يكذبوا.